ماهر الرزقي 29 سنة أصيل معتمدية سيدي بورويس ولاية سليانة متحصل على شهادة تقني في ميكانيك كهرباء السيارات بمركز تكوين المهني بالكاف وتويكا نخدم شيف داتلي بشركة زغلامي أوتو لصيانة السيارات. قصيت على القراية نيفو بريميراني اخترت باش نعمل تكوين مهني اختصاص الكتريسيتي أوتو عملت سي بي عام ومن بعد عملت عامين بي تي بي سبيسياليتي الكتريسيتي أوتو بون كملت اون 2006 مشيت خدمت في برشا شركات بعد لقيت فما انونس في الجريدة اللي فما شركة في الكيف حشتها بدي تكنيسيان في المجال هذا وليت عملت دوموند جيت لهنا طويكا عندي عام وعشرة شهور نخدم في المجال هذا. خدمتي تتمثل في مراقبة السيرفيس رابيد والاتيلي. بالنسبة للسيرفيس رابيد عندنا توسكي بلاكيت دو فرا فيدونج كونترول ميكانيك وعندنا الاتيلي اللي نخدموا فيه لي غرون ترافو ريفيزيون موتور كيت ديستريبيسيون بوات دو فيتيس. من بعد عندنا نجموا كهرباء تتطلب دو في يلزم نعملوا لها دو في بعدين اذا كان فما كونفيرماسيون على لي بيس وعلى الدي في اللي عملناه ولو نتعدوا نخدموا الخدمه وعندنا زادة تاش اخرى اللي هي دياغنوستيك يجونا كراهب اون بان سواء دياغنوستيك الكتريك ولا ميكانيك وهذوما الكل يلزم تحت مراقبتي انا طونك شيف اتيلي. وانا نطمح مع الافكتيف اللي معايا باش نكونوا من حسن الى احسن ونحاولوا ديما باش يكونوا الكليونات الكل راضين برشا كل واحد فينا ينجم يوصل للي يحب عليه.